السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كل من أحسن ميل البعد جوكتان يسيك استوان نولس عتان كسر دوادا برامج كله وان واحد دونه حال ذي وجودن بيه ودن كإثيوبيا وامريني مو سنين تاريخ دون أي كوب بيجن تهاي لحية طبعا كبش السديدات أوجت السنة كلا بدا كون لباتن يكو هلك تاريخ ذي هجري الإسلام كنا أي تهاي تضبط بشا كوباد محرم سنة كنا ويكون أفر بغل أفر تاني صدع قضبط عن كسو قادان دونوه برامج كان وحا كمي نقون دونا دولد فدرال كإثيوبيا إيو حزبية دا معارض كودن كإثيوبيا وكهد لي حالة دا قود ودن كاسي وحلقان كسو كان يهي حباه قبضان كهد لين أيان هلكن كو يجي دونا وحاك لتوهو عن إيجي دونا دغراغيوه عيدان وكسو عدا قيبة بضان وكمي دا ودن كإثيوبيا ودينا عاد دولادا هالكا اي تي بي الاف اي عيد كستو اسكاشي لسامينا يعني يغونا اغراغية كالدوان قيبة كالدوان ووضن كا اي كبي لابين وحانا صوبحية ورارشيغية ان هاليس اي كجيران دادك شعب كاه اي او كالاقوشي ودامادا كينيا ايو اثوبيا مركا لفيري ودادا مو يالا الى دي سبب اي سكوحرتو او عبسي بادن معلمهن لشيغيو ان اي كسو فوتسارتي دادك هالكاسيك او كالاقودب وحاك حيث ده كده حلوسن ديغان كسومالي ده يعان فرطا قد بضاس إيه كوكالي أيان هالكن كوفافاين دونا ده غداها سوسعو ده دي ورابي رالي كانو أنكو بلون إيه دولد ده فدرالكا إيه ودن كإثيوبيا وحا إيه ديار قروحو غن وقو جرتا سيديه أي قلف علاداد أو لحريرا دقالكا تي بيالف ودن كدبلوغا ساريو أي أسامين لحي وحا نجرا راقيا ده إيه وليبا تلابوين كا دولدو انتا بدن سامين سوينو يهين كووكو سلايسن دي رجلين يددك شعب كاه او لغو باقي ان عيدامدا ميلاتريغا ودن كاسي اي غرب استاغان عيدامدا ميلاتريغا ايا ايغا لفتو دا اسبدل لغو سمين ايا وحان لسوغا يا قلوف علاداد او رزو الوزار ابي احمد اوقال رزو الوزاره ودن كيثوبيا فرين ايوها بنمدي حالي تايد سو ساري تاسي او وغهد لي حالة دا قود ودن كيسا يدباتو ينكا يعوليسيا دا كلادوان اي سارن لمان فرين تيسا وحالاقا ديهان كارين يجبكا يعوليسكا يرفاتكا هايستا ايو دقالكا هالكاسي كاسو عدا عوليسكو رزو الوزاره كو هايو ايا لغا ديهان اي دادكا قار او اي كمديهين تي بي الف سيدو افيانكا تي بي الف قتاج وريدا شاقين الدردارن ايو بيسو كومعان اي لغو سو بيغا اي مالين تدالا شادا رزو الوزاره بي احمد قرال وصور ديغي سيداسي ايو اغاهد اللي يساو كوحدا تي بي الف دقال دي كالدوانا اي مالميه اللي صور دافي ودين ايوغو هالكو دي اي كاسي ودان انكستا او اي سنجرين عيدا اللي دقالان با او عيدا مدي دولد يكوي ديغان ندا انتا با قدال وح بدن اما با ان اد ميلال ادو بدن اي سو كالا دركين صوبتونا اي تهي سيدا اي دادكو شيغيان ان دولد اي ديار غرو كجرت دقال داسي وحا اي حوغاق تي بي الف براها بلشاد كوبا هيان مقالو اي ساورو اي كاسو قادين مقالة دا والريتا او معلما كورو تغي رزول زارك وحيان كا ودن كا ايتوبيا دا ميكا ميكانون اهنا رزول ووزير كاريميها دي بدا او وحال كاسي دي رجلين عيدا مادا اوغو سميني اسلا قوبتي مقالا ايه كسو دوبين كوحدة تي بي الف ايه او جوغا وحي تاسي عدين ايسا ان مقالة داسي ايه واي هايستان وانا عاسمة دا قبل كوالو ايه ودن كا اما ديغان كا امحارة دا او دينا عا كونفريد اما وقوي كونفر كتال دولد دا إثيوبيا dadaaladan ay wado waxay dhamaantood xilligan ku doonayaan isbeddel ballaaran oo xal ugu heli doono xasaradaha ka taagan wadankooda waxa kale oo barbar socda intaasii dadaalada diblomaasiyadeed oo ay isku dayaan inkastoo ra'iisul wasaaraha Abiy Ahmed dhaliilo badan loogu jeedinayo dhinaca arrimaha dibadda iyo culays badan oo uusan saarin waliba wasiirka arrimaha dibadda Dameke Mekonnen waxa la leeyahay ninkii ku haboonaa xaaladan ay xasaradaha Ethiopia haystaan wadamada reer galbeedkuna culayska saarayaan ma aha ee ra'iisul wasaaraha ninka bedel laakiin waxay tani ama keenaysaa hadii la bedelo in qoomiyada amxaaradu ay kacaan oo isbeddel uu ku yimaado xaaladda taas iyo waxyaabo kale oo badan ayaa xilligan la xeerinaya dawladda cusubna waa la xeerinaya ee la dhisi doona iyo xukuumadda uu dhisi doono ra'iisul wasaaraha Abiy Ahmed haddii timaado xaalad u saamaxda in uu xal u helo dhibaatooyinka hadda ka taagan wadankiisa ururada ka soo horjeeda dawladda oo iyagu muddooyinkii u dambeeyay ba ahaa kuwo dib loo riixay amaba niyad ahaan la jabiyay amaba la soo xareeyay qaybo badan oo kamida ayaa xilligan waxay dhamaantood sameynayaan dib u soo abaabul waxaana jira ururada UNACSHENA oo dawladda federaalka Ethiopia ay u taqaano urur argagixisa inuu yahay
او دغال كل جيري دولد فدرالك مدد بدن دغالك كل جيري والله اي يغو سوية قانان اما اولو اي يغو سوية قانان لكن اوناكشان اي دولد فدرالك ايثوبيا او تقان تي بي الاف اي تدبادية كهر وده شقين اما هشيس لسه احدان كاسو اي دونيين ان حالة دا ودن كاي وحكاقة بدلان وراركو وحي شيغيان سيدا اي حقيجيان ددك مرايا ودد اسكو حرطة مويالا الى ادي سببا ان هالكاسي ديباتو ينكالا دوان اي كاقيسان ايان عدا مادا ملتاريغا اي اي دادكا غاركوت شيغيان نينا واح بادانو قابانين داد اي قابتين عدا مداسي اما با اروركا ايش اوناك شانو او هالكاسي داراغيا كاسمين اي وحي شيغيان ان اي ودادا سيقبي اهان بحران دونان وحينا شيغيان ان اي داقال هالكان كابي لابي دونان تي بي الاف اي كو غربسين ايان سي ودان كا ابي احمد لوغو حرية اي مامو الكيسة لكن tabartoodu ma badna markii loo fiiriyo ururka TPLF oo kala to ama awood ahaan sababtuna waxay tahay TPLF lafteeda ayaa 27 sano nimankan la dagaalamaysay marka maanta naciibka ay Abiy Ahmed u qabaan kaliya ayaa isu geeyay macna badan iskaashigooda iyo dhaqdhaqaaq ay wadaan midna ma soo kordhinayo laakiin waxay keenin karaan in dadka dhibaatooyin ay halkaas ka soo gaaraan oo iyaga laftooda lagu waxyeelay waxay sidoo kale TPLF fariimo kala duwan iyo xogo la helay ay sheegayaan in ay codsiyo u direen ururada kala duwan ee ka dagaalamaya wadanka Ethiopia oo ay ka mid yihiin in ururka oromada ee OLF la dhigi jiray ay ka mid yihiin UNACSHANO ay ka mid yihiin urur deegaanka amxarada ka dagaalamay isagana oo qoomiyad yar oo dhowr kun lagu sheegay dadkooda oo deegaanka amxarada laakiin qayb ka oo Tigray amxar hore isugu haysan jireen iyo waxyaabo kale to dhammaan ururadaasi gambeela sidoo kale to niman waxa jiray dhawaan kaga dhawaaqay inay dawladda la dagaalami doonaan waxyaabahaasi oo dhan ayay TPLF doonaysaa inay mucaaradad xoog badan ka dhaxabuurto wadanka Ethiopia si uu dagaalkoodu kali una iyaga ugu noqonin xaaladuna ay u sii socoto dhibaatooyinka wadanka ka jiraana mid iyaga kaligood ku foola uusan noqon waxa kale to ay doonayaan dagaalkan iyo gulufka colaadeed ee hadda lagu soo qaadayo in una iyaga kaligood mid laga soo horjeedo Ethiopia oo dhani kaga soo horjeedo sida ay dawladdu rabto inay u toosiso ay ka bedelaan wajiga oo iyaguna meel kale to dagaal ka bilaabaan oo ay raadiyaan ururo iyo dad kale to oo caawin kara dagaalkana xoga ka siin kara ama bal la gali karaba marka la fiiriyo halka ay xaaladu taagan tahay ugu dambeyntiina waxaa xiisad laga soo sheegayaa deegaanada ay Soomaalida iyo Canfarta isku hayaan todobaadyadii la soo dhaafay dagaalo kala duwanaa ayaa halkaas ka dhacay xiisad marba marka ka dambeysa sood isa soo taraysay wajiyo kala duwan yeelanaysay ayaa ka dhacaysay magaalada Garbaciise wixii ka dhacay waad wada ogeydeen candhuufo ayaa ahayd meeshii dadku ay u soo wada qarareen waxay wararku sheegayaan mid ka mid ah magaalooyinka ee candhuufo iyo markii la fiiriyo u dhaxeeya Garbaciise in ay soo gaareen nimanka Canfarta waxaana jira propaganda aad u badan oo baraha bulshada la wareejinayo oo ah in ay dad badan oo Soomaali ay hayaan taasi dad badan oo deegaankii waxay sheegayaan inayna waxba ka jirin oo iyaga dad iyo ciidan waliba aan hubaysan oo laga qabtay ay doonayaan inay ku furtaan laakiin muhiimadu waxay tahay inay halkaas xiisad ka aloosan tahay oo waliba xoogaa Canfarta qabsi ay jirto in dadka Soomaalida ah ee wadada isku xirta Djibouti iyo Ethiopia oo kala to ama deegaanadaasi ay dhibaatooyin ku sameeyaan oo baabuurta iyo ay ku dhibaatayaan sida todobaadyo ka horba dhacday intii dad rakaab laga la degay halkaas lagu dhibaateeyay oo baangado lala dhacay wiilal Soomaali ah inkasta oo dhaawacoodi la soo badbaadiyay haddana sida wararku sheegayaan ay wanaagsan yihiin oo lagu soo celiyay caasimadda dowlad deegaanka Soomaalida ee Jigjiga laakiin xiisad ayaa halkaas ka taagan ciidamada deegaanka Soomaalida ayaa waxa ay wararku sheegayaan in dagaalkan ay maalmihii la soo dhaafay qorshayaal kala duwan laga sameeyay iyo waliba maleeshiyaadyo kala to abaabulan oo gobolka City ah la doonayo in xoogagan la iskaga dhiciyo sidii xal loogu heli lahaa xaaladda Garbaciisana laga wada hadlo laakiin ilaa iyo hadda waxaan sidii la rabay arintan uga hadlin madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida madaxweyne ku xigeenka ee gudoonkii aqalka federation-ka dawladda Ethiopia iyo mas'uuliyiintii la rabay inay ka hadlaan ama ka soo jeedaan dawlad deegaanka oo dhan amaba ka soo jeedaan si gaar ah gobolka City dhamaantood waxay yihiin kuwo aan mas'uuliyad weyn iska saarin xaaladda halkaas ka taagan cabashooyin kala duwan ayaana dadka shacabka mar walba
كسو بحيو اي كوش يغانا يعنينا يعابسي اي والوال هبيني مالينا اي قبان معلول با جرزا يدو اي حلقان كولايل بادان يابارا جيران هادانا دادكي حالة دهوضو موان اكسنا ما دام اي داد براك عيالة او مساكينة ايهين تانيا كولان تدام بي نبت قليم.